فعالية أسبوع التراث الفلسطيني الذي تقيمه كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية بغزة حفاظاً على التراث تتواصل لليوم الثاني على التوالي. بهو قاعة المؤتمرات داخل الجامعة اتسم بالحيوية مع تزايد أعداد الطلبة الزائرين لمعرض حكايات بين الأزقة المتعدد الأركان. المعرض جميل جدا، وانا لتاني مره اجي على المعرض من السنه اللي فاتت والسنه هاي. اللي دفعني اجي انه في سمعت من التراث، فحبيت اني اتعرف اكثر، انه في اكثر من مؤسسه من التراث ومؤسسه الايوان، فحبيت اني اتعرف اكثر على التراث الفلسطيني الموجود في المعرض. انا اعتقد انه بدايه التركيز على التراث الفلسطيني بدات من الجامعه الاسلاميه، بالتحديد من مركز ايوان، عندما بدات حملات التوعيه وتركيز او شد الانتباه الناس على التراث الفلسطيني. بعد ذلك انتشرت الحملات الحفاظ والترميم، وايضا الدورات التدريبيه للترميم. بشرفني انه انا احضر هيك معرض للتراث الفلسطيني، خصوصا انه هذا بجدد تراثنا وبحميه من يكون طمس التراث عنا. شغلات كثيرة انصدمت فيها، أنا موجودة من أيام زمان. إن شاء الله يا رب هيك نضلنا نشوف هيك شغلات إحياء تراث، لأنه إحنا ما نسينا، حتى لو كان أجدادنا اللي هلقيت عايشين، يعني ما رح يضلوا لبعدين، برضو تراثنا بيضل ما بيموت مع موت أجدادنا. الحفاظ على التراث واجب وطني تتعدد لغته، لكنه دائما يثبت مدى انتماء الإنسان لأي بقعة من العالم، وهو ما تسعى كلية الهندسة لترسيخه في نفوس الطلبة. أول ما بدأت في هذه البلد أو في هذا البلد بالاهتمام بالتراث اللي هي كلية الهندسة بتأسيسها لمركز إيوان، في المخططات المستقبلية أولا مضاعفة الجهود، ثانيا اللي هو حملات وعي لدى جهات المواطنين والاهتمام بهذا التراث وبالعلم العمراني. نحو 18 شركة وجمعية وفنانا يتوزعون في أركان المعرض التي تجسد التراث بأشكاله المتعددة، كالقرى والمدن والأثواب والمخطوطات والمقتنيات الأثرية والمطرزات، بالإضافة للمشغولات النحاسية ومشغولات مركز إيوان التي تعكس مدى اهتمام الجامعة بعمارة التراث. هذا التراث يا خالتي هو هويتنا اللي احنا بنحملها، هذا دمنا اللي بيمشي في عروقنا، وطننا، أرضنا، بذكرنا بحاجات كتيرة، بذكرنا بالماضي كله، بذكرنا بدورنا، بأراضينا، بحاجات كتيرة يعني بذكرنا فيها، هذا أساسنا. محافظة على التراث والأثار الفلسطينية والقطع النادرة هذه، لأنها تمثل جزء من تراثنا وجزء من حضارتنا، لأنه بنعرف إحنا أنه أمة ليس لها تاريخ، ليس لها مستقبل ولا حاضر، فبالتالي هذه جزء من كينونة الشخصية والقضية الفلسطينية. أسبوع التراث تقيمه الجامعة مرة في كل عام، ويعد بوتقة لتجميع جهود الكل الفلسطيني من الجوانب المهنية والثقافية والفنية. في معرض حكايات يتمثل الحفاظ على اللغة والأرض والمقدسات والعادات والأدب الشعبي باعتبارها جميعا موروثا ثقافيا يشكل صورة واضحة للهوية الفلسطينية التي تتعرض لسياسات التهويد والطمس بفعل الاحتلال. محمود أبو سيد، قناة الكتاب الفضائية، الجامعة الإسلامية غزة.